وبالطبع جميع الاخوات والاخوان عندهم رغبه باش يكونوا ممثلين داخل المجلس الوطني، وفاش شي اخ او شي اخت ما كتنقاش راسها بالطبع كيكون واحد التدافع. فلهذا فعلنا يعني رئاسه المؤتمر فعلت واحد اللجنه باش تقبل جميع الطعون ديال الاخوات والاخوان. عطينا احنا الصلاحيات الاقلين باش هما يطلعوا الممثلين ديالهم بطريقه اما تشارك يعني ديمقراطيه، اما غيتفاهموا على الاخوان او بالطبع كيكون هناك تنسيق وتفاهم داخل الاقليم. وبالطبع شي اخ ولا شي اخت فاش ما عجبهاش الحل، المهم عندها الحق الطعن. وهادشي اللي فعلنا فقط، انا اللي نشوفوا الايجابي هو الناس متشبتين، عييتوا ما تكتبوا بان البا ما بقاش وهذا، ولكن الحمد لله اليوم بمناضلات ومدريين ديالو اللي جاوا من جميع الاقاليم المملكه. شوف راه ممكن ندابزوا بيناتنا داخل البام، ولكن كنبقاو متشبتين بالمشروع، وهذا هو اللي اساسي. ممكن ما نتفاهموش مع القياده واحد الوقت معين، وانا من الناس اللي كنت انتقد القياده السابقه، ولكن كنبقاو متشبتين بالحزب، كنبقاو مهما كانت يعني المكانه ديالنا داخل هذا الحزب، وهذا اللي مهم. دابا اللي خصنا نوصلوا ليه، احنا دابا فكينا هذا الشيء ديال المؤتمر او المجلس الوطني والانتخابات، وان شاء الله اليوم باللي غننتخبوا قياده جديده. اللي مهم هو نبنيو واحد التنظيم. كان عندنا واحد الحلم، وانا من 2008 في هذا الحزب، انا دخلت عندي 24 عام، وكان عندنا واحد الحلم داخل الحزب مع مجموعه ديال الشابات والشباب اللي كبروا في حقيقه اليوم، ما بقاوش الشباب والشابات، اننا يكون عندنا واحد تنظيم قريب للمغاربه. وهذا الشيء اللي غنمشيو ليه ان شاء الله في المرحله المقبله. فلهذا سمعتوا كنا كنناقشوا يعني كان هناك تعديلات في القانون الداخلي باش يكون هناك تشارك في القياده. هذه رساله موجهه لجميع المناضلات والمناضلين في الاقاليم، لان كاين هناك كنسمعوا شكايات هنا وهناك ان في بعض الاقاليم وبعض الجماعات راه واحد كيقرر راسو ولا يعقل. هادشي نعم كاين، فخصنا نعطيو حل تنظيمي، وهادشي اللي بغينا نوصلوا ليه اليوم باش يكون هناك لقاءات شعبيه. نرجعوا الاصل الحركه لكل الديمقراطيين اللي عقلتوا عليها بدات بلقاءات شعبيه انذاك في 2007 2008، وجاو الناس وانتقدوا العمل السياسي وانتقدوا انذاك القياده اللي كانت ديك الساعه، ولكن بعد انخرطوا. علاش؟ لان نلقاو الناس اللي كيتصنتوا لهم كيسمعوا لهم وكيتجاوبوا معاهم بطريقه ايجابيه. هذا هو الدور ديال الاحزاب السياسيه. الحزب غيكون وازن في 2026؟ غيكون وازن اليوم وغدا ان شاء الله. شكرا. رده الفعل ديالكم؟ لا، داك الراي ديال السيد الامين العام، احنا نحترموا السيد الامين العام، قالها البارح. الرجل السياسي ولا كيعرف يدخل السياسه ويعرف يخرج من 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 المسؤوليه. نحن نحترم السيد الامين العام. علاش؟ لانه قاد الحزب باش يجيب واحد العدد محترم ديال النواب والنائبات من ديال مجموعه ديال الجهات، وبالطبع لاول مره العصر والمعاصره كتدخل الاغلبيه الحكوميه، فكيخلي لنا واحد لو بيلون كي تري بوزيتيف، وهذا جد ايجابي بالنسبه لنا. وثانيا كتعرفوا بان راكم عشتوا تاريخ يعني مجموعه المؤتمرات مع الحزب، لاول مره نعيش واحد يعني تجديد بطريقه طبيعيه عاديه، وتشبت الامين العام بالمؤسسات حزب الاثار والمعاصره. والرساله هي ان اليوم هو معنا، كان معنا ودار وطلق مع المؤتمرات والمؤتمرين، وهذا ايجابي جدا. وهذه هي العاده اللي خصها ترجع، ماشي لابد انني نكون ولا ما كنتش غنهرس كل شيء. لا بالطبع كلنا غنعيش واحد المرحله في المسؤوليه داخل هذا الحزب، وغيجي واحد الوقت غيمشيو هاد المسؤولين وغيجيو مسؤولين جداد. خصنا نمدوا نعاونوا يعني القياده اللي غتجي من جديد باش نساعدوها تطور وتقوي هذا الحزب، لان في الاخير هذا الحزب هو في خدمه المغاربه. وكيكونوا اشكاليات في الطريق، لانه ممكن الحزب كيغلط كجميع الاحزاب السياسيه، وجرى به يعني العمل في على الصعيد الدولي كيكونوا اخطاء في تزكيه بعض الاسماء هنا وهناك. راك شفتوا ما يجرى في امريكا، ما يجرى في اوروبا، ولكن ماشي المؤسسه الحزبيه اللي كنلوموا فاش كيغلط واحد السيد، كنلوموا الفرد والشخص، لان ما يمكنناش نشوفوا يعني شنو كاين في الراس ديال بعض المسؤولين، لان في الاخير فاش كيغلط شي واحد بطريقه فاش كي يرتكب شي خطا غير قانوني، راه اولا كيضر الحزب، كيضر المؤسسه الحزبيه لانها تقت فيه واحد الوقت. فلهذا حنا كنقولوا شنو خصنا نبنيو واحد المؤسسه قويه، العوده بتنظيم يعني متقرب من المناضلات والمناضلين من المواطنات والمواطنين، غيخلينا يمكن يعني نتفاداو بعض الاخطاء في 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 اقتراح بعض الاسماء في الاقاليم والجهات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.